مرحبا بكم. هناك الكثير من القصص والأساطير المرعبة التي تنتشر عبر الإنترنت عن شبكة الإنترنت المظلم، ولكن برأيكم هل هي حقيقة حقا؟ من المنتديات الاجتماعية غير المؤذية بشكل عام إلى النشاط الإجرامي المزعج، تحتوي شبكة الإنترنت المظلم على كل شيء تقريبا، ويحدث كل ذلك دون علمنا. من الصعب الفصل بين الواقع والخيال، وخاصة عند التعامل مع الأمور الخفية على الإنترنت، ومع ذلك هناك الكثير من الأشياء التي نعرفها بالتأكيد. وعلى سبيل المثال أن شبكة الإنترنت العميق نفسها ليست غير قانونية، ولكن هناك بعض النشاطات عليها التي تعد كذلك. نحن هنا لوضع الأمور في نصابها الصحيح وإزالة الغموض عن بعض الأشياء، ولإعادة التأكيد على حقيقة أن شبكة الإنترنت المظلم يمكن أن تكون مكانا مرعبا. وإليكم فيما يلي 25 من المعلومات المرعبة عن شبكة الإنترنت المظلم التي نؤكد على صحتها. ولكن قبل أن نبدأ ونعرف ما هي هذه المعلومات، ادعمونا بضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة لاستمرار هذا النوع من الفيديوهات. رقم 25. شبكة الإنترنت المظلم هي جزء من شبكة الإنترنت العميق. بعبارات بسيطة، شبكة الإنترنت العميق هي جزء من الإنترنت الذي لا يتم فهرسته بواسطة محركات البحث. وشبكة الإنترنت المظلم على وجه التحديد هي المكان الذي تحدث فيه معظم الأشياء غير القانونية والمزعجة. رقم 24. شبكة الإنترنت المظلم هي سوق ضخمة للمجرمين، ويقال إنها تحقق أرباحاً ما لا يقل عن 500 ألف دولار يومياً. رقم 23. للوصول إلى شبكة الإنترنت المظلم، على الرغم من أننا لا نوصي بذلك، ولكن متصفحك العادي لن ينفعك، فأنت تحتاج إلى تحميل The Onion Router أو TOR، وهو متصفح وشبكة تعمل على شبكة تطبيقات متخصصة مع أجهزة كمبيوتر تطوعية. رقم 22. كشفت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا عام 2001 أن شبكة الإنترنت المظلم تحتوي على 7.5 بيتا بايت، أي 7500 جيجا بايت من المعلومات. وفي غضون عامين ارتفع هذا العدد بمقدار 91850 بيتا بايت. رقم 21. لا ينبغي أن يثير الدهشة أن تكون الشبكة المسمى بشبكة الإنترنت المظلم ممتلئة بالاحتيال، وعلى الرغم من ذلك لا يزال البعض يسقطون في عمليات احتيال معقدة لاستئجار قتلة. إن موقع بيزا مافيا الذي يزعم أنه يقدم خدمات للقتل المحترف كان في الحقيقة يجمع مبالغ مالية كبيرة. 20. يستخدم أيضا لمزيد من إخفاء الهوية عبر الإنترنت، وتخفي المواقع على شبكة الإنترنت المظلم عناوين الاي بي الخاصة بها وكذلك هويتها، لتجعل من الصعب معرفة من أو ماذا يوجد وراء هذا الموقع. 19. في حين أن حجم شبكة الإنترنت المرئية كبير جدا، إلا أنه يتضاءل مقارنة بحجم شبكة الإنترنت العميق وشبكة الإنترنت المظلم، ويقدر البعض أن شبكة الإنترنت العميق أكبر بحوالي 400 إلى 500 مرة. 18. لا يمكن استخدام العملة العادية على شبكة الإنترنت المظلم، يعتمد المستخدمون على عملات البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، وذلك لإجراء المعاملات السوقية، وهي تحظى بشعبية خاصة لأنها لا يمكن تعقبها فعليا. 17. ما لا تعرفه أنه كانت لسنوات عديدة الدولة الإسلامية تستخدم شبكة الإنترنت المظلم، وذلك كأداة للدعاية والتجنيد وجمع الأموال، وكما تستخدمه أيضا وكالات الاستخبارات كـ NSA وبرامج كـ XKscore، وذلك لمعرفة هوية مستخدمي TOR. 16. على الرغم من أنها قد يحتوي على جميع أنواع الأشياء السيئة وغير القانونية والمؤذية، إلا أنها تضم أيضا ناديا كبيرا لمشجع الكتب، كما بدأ أحد مؤسسي طريق الحرير، وهي سوق سوداء للمخدرات سوقا للكتب عليها. وعلى الرغم من أن هذه الكتب هي في معظمها كتب عن نظرية المؤامرة وكتب محظورة. 15.
غالبا ما تباع بطاقات الائتمان المسروقة على شبكة الانترنت المظلم، فيما يستخدم القراصنة الآخرون بطاقات الائتمان المسروقة لشراء بطاقات الهدايا ثم بيعها بأقل من قيمتها. 14. إذا كنت من محبي برنامج تلفزيون الواقع، فهناك مكان على شبكة الانترنت المظلم يطلق عليها شبكة الاستخبارات الاستراتيجية، وهي تحتوي على الكثير من المعلومات حول كيفية التغلب على أي أزمة، سواء كانت دولة في حالة حرب أو أعمال شغب. 13. وفقا لشركة المخابرات الإسرائيلية سكسجيل، تم اكتشاف مجرمين يبيعون درجات علمية وشهادات وكذلك جوازات سفر مزيفة، كما استأجر البعض محترفين لاختراق أنظمة الجامعة وتغيير الدرجات. 12. أما المثير للصدمة يا أحبائي، فهو أنه بينما يعتقد أن تور نظام مغلق، وجد الصحفي الأمريكي ياشا ليفن وثائق تربط بين الحكومة الأمريكية وتمويل هذا المشروع. 11. تم إلقاء القبض على رجلين من بريطانيا، وذلك لقيامهما ببيع حيواناتهما المنوية بطريقة غير مشروعة، وذلك طبعا على شبكة الانترنت المظلم، وحصولهما على حوالي 330 ألف دولار، ولم يتم اختبار الحيوانات المنوية للتأكد من خلوها من الأمراض، وأرسلت إلى زوجين يتطلعان إلى طفل. 10. للأسف الشديد، إن واحدة من أحلك الأمور على شبكة الانترنت المظلم هي الاتجار بالبشر. يتم التقاط صورا لأشخاص ثم يباع هؤلاء الأشخاص كممتلكات لأعلى مزايد. لاحظت السلطات أن شبكة الانترنت المظلم ليست سوى جزء صغير من عمليات الاتجار في البشر التي تحدث في العالم. 9. في تطور أكثر غرابة، حتى أرواح الأطفال تباع على شبكة الانترنت المظلم. في تايلاند وغيرها من البلدان الشرقية، يعتقد البعض أن أساتذة مذهب الفودو يمكنهم التقاط أرواح الأطفال الذين تم إجهاضهم. أما من يقومون بشراء هذه الأرواح، فهم يريدون منهم أن يفعلوا أشياء من أجلهم أو يجعلوا حياتهم أفضل. 8. على شبكة الانترنت المظلم ستكون أكثر عرضة للهجمات الخبيثة، مع الكثير من الروابط التي تخفي برمجيات خبيثة سرية، وسيتم تنزيلها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وكل ما يتطلبه الأمر هو نقرة واحدة خاطئة لتحقيق ذلك. 7. إن التجارة الدولية بالأسلحة ليست مثيرة للدهشة، ولكنها مثيرة للقلق، ولها أيضا تواجد على شبكة الانترنت المظلم. الولايات المتحدة هي أكثر الدول شيوعا في هذا الأمر، وحيث أن 60% من الأسلحة بها مصدرها هذه الشبكة. وإذا كنت جادا وتريد أن تخوض هذه التجربة وتقوم بالبحث في الموضوع، ستجد أن 60% فعلا من الأسلحة هي مصدر هذه الشبكة، وذلك من AK-47 إلى قاذفة الصواريخ. 6. تصبح الأمور أكثر إزعاجاً على موقع كرول أونيون ويكي، وحيث تظهر نساء شبه عاريات تسحقن الحيوانات الصغيرة تحت أقدامهن، وتم إغلاق الموقع بشكل متكرر، ولكن دائماً ما يجد طريقة للظهور من جديد. 5. في السنوات الأخيرة كانت شبكة الإنترنت المظلم منصة كبيرة لبيع المخدرات غير القانونية، وخاصة بين الطلاب، حتى مع إفلاس طريق الحرير، وهو أكبر مورد للعقاقير غير القانونية، كانت نسبة المبيعات كبيرة ومتنامية. 4. وهذا هو أخطر شيء، هويتك معروضة للبيع على شبكة الإنترنت المظلم. قد يتعدى سعر كلمات مرور الحسابات المصرفية الفردية 160 دولارا، وقد تتكلف هويتك بالكامل حوالي 1200 دولار. 3. في الماضي كان اللعب والمقامرة غير القانونيين يشتملان عادة على رجل غامض في حانة أو في غرفة خلع الملابس مع الرياضيين، وذلك عن طريق المراهنة أو محاولة إقناعهم باستخدام اللعبة. أما الآن فكل هذا يحدث على شبكة الإنترنت المظلمة. وثانيا، في الأجزاء الأكثر غرابة من شبكة الإنترنت المظلم يوجد ما يسمى بالغرف الحمراء. بشكل أساسي إنها مقاطع فيديو لأشخاص في غرف يتم تعذيبهم، يقال أن هناك من يدفع مقابل مشاهدتها. وعلى الرغم من عدم وجود أدلة كثيرة على وجودها، فقد ظهرت حالات قليلة،
وأعتقد أن فيلم الناجي كان واحدا يمثل هذه المشاهد. وأخيرا، تنطوي واحدة من تلك الحالات التي ذكرناها في رقم 2 على مشتهي الأطفال بيتر سكالي، والذي أنشأ موقعا على الإنترنت ودفع المستخدمون 10,000 دولار لمشاهدته وهو يعذب طفلا. وتم إلقاء القبض على سكالي، وفي عام 2017 مثل للمحاكمة في الفلبين. وإلى هنا أحبائي وصلنا لنهاية الفيديو، ولكن قل لنا، هل تصفحت شبكة الإنترنت المظلمة من قبل؟ وأخبرنا بالإجابة في قسم التعليقات، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد. إلى اللقاء.